يا صباح الخير والجمال والسعاده على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. يا رب ان شاء الله حلقه النهارده تنال استحسان كل حضراتكم. النهارده كالعاده هنتكلم عن كتير من الموضوعات المهمه، واللي منها يعني موضوع بعينه يمكن كان هو حديث المدينه الفتره اللي فاتت، هو ان هو محور احاديث كتير جدا من الاهلاويه، وعلى فكره ومن غير الاهلاويه كمان. بس احنا بنصبح عليكم في البدايه وهنجي لكم بقى في الكلام. صباح العسل. صباح الخير يا كريم. انت بتتكلم على اختيار المدير الفني؟ ايوه طبعا ده زي ما بتقال الموضوع الاهم دلوقتي واللي يهم كل الاهلاويه في كل مكان في العالم. اكيد الناس عايزه تعرف من هو القادم للنادي الاهلي، السي في بتاعه عامل ازاي، تاريخ بطولاته عامله ازاي، كل حاجه اكيد فيما يعني تتمحور حول لهذا الاختيار اللي اكيد النادي الاهلي مش بيأثر فيه ولا متاخر فيه يا كريم. طبعا. ولكن احنا كنادي اهلي لما نيجي بنختار حد بينضم اسمه للنادي الاهلي لازم بيكون اختيار عن دراسه كامله، فاكيد ده اللي بيتم دلوقتي، واكيد في اجتماعات بتتم علشان يتم الاعلان بعد كده. وهنرجع نقول تاني، اي حاجه بره يعني او زي ما بتقال كده مش بيان صادر من النادي الاهلي اعتقد ان هو ما بيبقاش بيان رسمي. ننتظر لغايه لما النادي الاهلي هو اللي يعلن عن الاسماء المقترحه او حتى الاختيار الاخير اللي هيكون ان شاء الله للنادي الاهلي وينضم للجهاز الفني. فده كله في البروسس او اندر بروسس زي ما بيتقال، وهنوافي حضراتكم اكيد على قناه الاهلي بالجديد في هذا الملف. بس على كل حال خلينا نبدا وننوه عن الفقرات اللي معانا النهارده. معانا فقره مع الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي، وفقره ثانيه أنا رحت صورتها كان تقرير خارجي مع الناشئين، اختبارات الناشئين تحديدا طبعا لكرة القدم بالنادي الأهلي. وعايز أقول لك بقى شوية بتحكي لنا قبل ما نستنى ونتفرج على التقرير، يعني ادينا نبذة كده فكرة. احنا رحنا صورنا طبعا مع في أهلي مدينة نصر. أوكي. مع أول كان أول يوم للاختبارات، اختبارات الناشئين، وصورنا مع كابتن شطة وكابتن خالد بيبو، وصورنا مع بعض أنا بسميهم الشباب الصغير، يعني مش هقول الناشئين الصغير، الشباب الصغير اللي هو عدى من الاختبار الأول، لأن طبعا في اختبار تاني وتالت قبل ما اسمك. أوكي. ينضم للناشئين. موضوع مش سهل كده، لازم بيكون في أكثر، يعني مش من مرة واحدة. لا مش من مرة طبعا، بيبقى يعني في زي تصفية بالظبط. يعني. اوكي تمام بالظبط. فبس اتكلمنا معاهم عايز اقول لك بقى مبدئيا كده عشان الصورة برضو تبقى واضحة لحضراتكم، اليوم ده او الفترة دي من السنة كل شهر 6، وطبعا كانت الفترة اللي فاتت متوقفة عشان الكوفيد. فكل سنة بيكون الأهالي كلها منتظرة هذا اليوم، وبتلاقي بقى يعني احنا المحيط بتاع النادي اصلا هناك، وزميلتنا في الاعداد هاجر كانت معايا، انت مش فاهم الزحمه عامله ازاي. بس طبعا الموضوع منظم جدا برضو عايزه اقول لحضراتكم، بس زحمه كتيره جدا، طوابير كتيره جدا، الاهالي على الملاعب طبعا يعني محاصره الملاعب، وكل واحد نفسه ابنه ان هو ينجح في هذا الاختبار اللي طبعا بشكل كبير جدا بيكون ضمان لمستقبله اصلا. يعني فكره ان انت ابنك ينضم وكمان للناشئين ويعني يبدا رحلته مع النادي الاهلي من وهو صغير، ورحله النجاح تبدا وبعد كده ينضم للفريق الاول، حاجه اعتقد حلم ناس كتيره جدا، حتى الناس اللي هي مش اهلاويه. خليني اقول لحضراتكم ودي عن حق، وده نقدر نرجع فيه للتاريخ، حتى الاهالي اللي هم مش اهلاويه بيبقوا عايزين ولادهم يلعبوا في ناشئين الاهلي. طب الولاد دول بقى ده يدل على حاجه، يدل على طبعا إيه بقى؟ ده مفروغ منه. بس قولي لي بقى، شفتي اي مهارات استثنائيه؟ شفتي حاجات تطمنك على اللي جاي لما تلاقي، يعني تلاقي مثلا لسه براعم صغيرين، بس في بعض الاحيان الامر برضو لا يخلو من ان في ولاد معينين ممكن موهوبة يثبتوا كل اللي قاعدين بيحضروا الحكايه، شفتي حاجه كده؟ بص احنا حضرنا كام اختبار وعملنا لقاءات مع كذا واحد او كذا شاب من دول. أوكي. ولما بقى تيجي تسمعهم في اللقاء يعني هتشوف حضرتك هم يمكن سنهم صغير جدا، بنتكلم على 2014 و15 و16 تحديدا، بس تتكلم معاه وتلاقيه بقى يعني واحد كبير، واحد فاهم بيقول ايه، انا عايز ابقى في الفريق الاول، انا هفضل في الناشئين لغايه لما اثبت نفسي وانضم للفريق الاول. تساله عن الفريق الاول مين اكتر حد بيحبه، يقول لك الاسم اللي هو بيحبه، يقول لك بعض المعلومات عنه. يعني اطفال مش اللي هو عايز ينضم وخلاص او يلعب كوره وخلاص، لا داخل هو عارف ايه اللي عايزه، ايه المستقبل اللي قدامه رغم صغر يعني سنهم. وكان في ناس جايه من محافظات بعيده جدا، عملت لقاءات مع اهالي مختلفه، جايين اللي جاي من البحيره واللي جاي من اسكندريه ومن 6 الصبح متواجدين، كل ده علشان حلم انضمام اولادهم للنادي الاهلي. كل التوفيق، نتمنى ان شاء الله ان هم يبقى معاهم رحله نجاح، والافضل هو اللي ينضم طبعا للنادي الاهلي. قلنا ان احنا لازم نبني البيز بتاعنا، ده ربما يحمينا بعد كده او يخلينا مش عايزين اصلا نعمل صفقات يا كريم في المستقبل. بس واضح كده ان الفقره المسجله دي هتبقى
حلوه لازم نتابعها كلنا. طيب عايزين بقى قبل ما ندخل مع حضراتكم في اخبارنا اللي احنا جاهزين ليكم عشان نحكي لكم عنها، عايزين ندردش شويه في الموضوع زي ما كنت بقول لكم من شويه، انا هواند هو اللي شاغل كل الاهلاويه وهو طبعا المدير الفني الجديد. في الحقيقه استعجال ملحوظ من الجماهير، ويمكن استعجال ملحوظ اكتر منه بكتير من خلال الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. اللافت للانظار بقى حضرات ان انت ممكن تلاقي موقع مثلا او مواقع كاتبه اسماء معينه على اعتبار ان دول المرشحين او اللي بيتم التفاوض معهم حاليا، وفي نفس اليوم نفس المواقع تنفي التفاوض مع نفس الاسماء. فطبعا يعني منتهى عدم الدقه في تحري يعني، او منتهى عدم الاحترافيه، لان احنا بنتكلم في الاخر على المفروض ان في مواقع تندرج تحت بند الصحافه يعني، فالصحافه برضو ليها اصول وليها ابجديات وليها منطق لازم يكون حاضر. طبعا كلامنا هنا لجماهير النادي الاهلي العظيم، محدش يستعجل يا حضرات، الناس الاشخاص المعنيين بهذا الامر طبعا كلهم تحت اشراف كابتن محمود الخطيب، كلهم بيدرسوا وبيدققوا في كل كبيره وصغيره، لان انتوا طبعا عارفين كويس ان النادي الاهلي عمره ما كان بتاع تغيير مدرب كل كام ماتش، احنا الكلام ده مش بتاعنا. فطبعا لازم يكون في منهجيه واحترافيه في عمليه الاختيار، احنا عايزين مدرب يفهم منظومه النادي الاهلي ويستوعب متطلبات جماهير النادي الاهلي وطموحات النادي، لان طموحات النادي دي لوحدها بتشكل ضغط غير طبيعي على اي حد، فطبعا لازم يكون هو كمان عنده قدره على استيعاب كل هذه الامور. فمفيش داعي للقلق، الفريق بسم الله ما شاء الله لغايه النهارده ماشي كويس جدا مع كابتن سامي قمصان، واللعيبه قد المسؤوليه ومقدرين كويس جدا وعارفين كويس جدا الواجب اللي عليهم ايه في الفتره اللي جايه، فعايزين نطمن ونصبر ونثق في اختيار النادي الاهلي لمديره الفني ان شاء الله الفتره اللي جايه. انا بتفق معاك في الكلام ده، وخصوصا في النقطه اللي انت ذكرتها، قصه ان البعض بيحاول ان هو يطلع باسماء او يقول لك الحصري وغيره، لهم كافه الاحترام طبعا ما فيش اي مشكله، بس الموضوع خاص بالنادي الاهلي، وزي ما كريم قال احنا علشان، وزي ما انا قلت لحضراتكم في البدايه، احنا علشان اسم ينضم للنادي عندنا بيكون في شغل كتير جدا بيتم ودراسه كبيره جدا بتتم على هذا الاسم زي ما بيتقال، والسي في وغيره وغيره، فمش الموضوع مش بسيط اللي هو يلا يا جماعه بقى مين المدير الفني، يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم من اسبوع احنا كنا بنتسال في الشارع من اي حد هو مين اللي جاي، طب قولوا لنا اي حاجه، طب هو جنسيته ايه، ما بتمشيش الامور كده، الامور بتمشي بالصبر، لان احنا عندنا اداره لازم نثق فيها بشكل كبير، وجابوا لنا اسماء كتيره جدا كانت محترمه في الفتره طبعا اللي فاتت، لكن كل اللي احنا عايزينه ان احنا نثق في اختيار بس الاداره عندنا ومجلس الاداره عندنا، لان هو اكيد اكيد هينقي الافضل والاصلح للنادي الاهلي، ده اللي احنا بناكد ليه او بنطمن حضراتكم على اساسه. النقطه الثانيه لما يتم بقى الاختيار، انا بس ليا رجاء واحد واتمنى ان احنا كلنا نبقى كده، ما يبقاش في اي جدل، يعني مش بتكلم من الاهلاويه، فيش اي جدل ان جنرال، لان انت فاكر برضو زمان لما مانويل خوسيه تم اختياره البعض من يعني الصحافه المختلفه قالت لك طب وده مين وده مش ايه، بعدين يعني تفوجئ في الاخر ان مانويل خوسيه من افضل المدربين اللي عدوا على تاريخ النادي الاهلي، جه بعد كده فايلر برضو البعض كان بينتقده، يعني ما تبقاش فاهم، وفايلر كان برضو من افضل المدربين، وموسيماني وغيره، ان شاء الله اللي جاي يكون يصلح ويكون قد ان هو يمرن هذا النادي زي ما بيتقال الكبير، احنا بنامل ذلك وواثقين ان هيتم اختيار الاصلح للنادي الاهلي ان شاء الله. انا عن نفسي اشك جدا الحقيقه فكره ان الاسم اللي هيطرح ايا كان مين هو مش هيثير جدل، دي العاده بتاعت الناس، وايا كانت الاسماء اللي بتطرح لازم تلاقي حد يقول لك اشمعنى ده يعني، وبناء على ايه، طب ايه خلفيته يعني، أيوة وممكن جدا الشخص اللي بيتقال عليه ايه خلفيته ده يبقى عنده خلفيه قد كده وعامل نجاحات مدويه في اماكن ثانيه، ففعلا الصبر طيب يا حضرات. ماشي طيب، عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم دلوقتي في موضوع مختلف، يعني اول اخبارنا بقى النهارده طبعا احنا النهارده عايزين نتكلم بقى شويه عن ماتش الاهلي وغزل المحله طبعا في مسابقه الدوري، نديكم نبذه كده ولو بسيطه عن هذا الامر. غزل المحله لعب 21 مباراه حتى الان، كسبوا 5 ماتشات، اتعادلوا في 10 مباريات وخسروا 6 مباريات، معنى كده ان هو بيحتل حاليا المركز ال11 برصيد 25 نقطه، هم طبعا بعيد شويه حلوين يعني عن فكره الهبوط، لكن اكيد هم كمان معنويا محتاجين نفوز عشان يعززوا من مركزهم في المسابقه.
اكيد بنتمنى التوفيق النهارده لفريقنا. انا بتفق معاك يا كريم، يعني احنا برضو بنأكد، والكلام ده بديهي برضو، مش هنأكد عليه على اي اساس، هو بديهي والفريق بتاعنا عارف ده والجهاز الفني عارف ده، رغم اي نتائج لاي بقى منافس، مش هنتكلم بس عن المحله، لو حتى نتائجه هنا بنتكلم غير مستقره، الا برضو ان هم في الاول في الاخر يا كريم فريق اعتقد جيد جدا، واحنا كمان مش عايزين نهدر اي نقاط، يعني خاصه احنا لسه في المركز الثالث زي ما حضراتكم عارفين، برصيد هنا برصيد 41 نقطه من خوط 18، طبعا جوله حققنا فيها الفوز في 12، خسرنا ماتش واتعادلنا في 5، فده اللي بيقول لنا او اللي بياكد كلامنا احنا محتاجين كل نقطه من المؤجلات طبعا. وخلينا برضو نقول ان احنا عندنا غيابات زي ما حضراتكم عارفين، عندنا كريم عندك معلول، حمدي فتحي طبعا الاصابه باذن الله يقدروا ان هم يتخطوا هذا، وعندك برضو اصابات مختلفه مش بس كده، يعني الدكتور اسامه مصطفى رئيس الجهاز الطبي طبعا لقطاع الناشئين واللي هو متواجد حاليا مع الفريق الاول لحين طبعا عوده ان شاء الله دكتور احمد ابو عبله، هو كان اتكلم عن عده اصابات وايه الجديد كمان في الاصابات وتشخيص، كمان اتكلم عن تشخيص اصابه تحديدا حمدي فتحي، وقال ان هي عباره عن شد في العضله الخلفيه اليسرى وهيحتاج ليه برضو فتره راحه، اتكلم عن حسين الشحات اللي اشتكى من كدمه في الكاحل الايسر، اتكلم عن ايمن اشرف اللي اشتكى فيه او من التهاب في الركبه، يعني كل عندنا لسه بعض الامور اللي محتاجه كده تظبط ان شاء الله الفتره اللي جايه. وبالمناسبه عشان برضو الواحد ما ينساش، عايزين نقول كل سنه وكابتن حسين الشحات طيب، كان عيد ميلاده بالامس وكانت لقطه حلوه جدا هم بيحتفلوا بيه في الملعب، واللقطه اللي كانت اجمل كمان كابتن محمود الخطيب يا كريم لما راح وزارهم طبعًا. ودي كلها بنتقال برضو ثقه، انا لما المدير بتاعي يجي ويحضر معايا تمريناتي او كواليسي ويشجعني ويبقى موجود ومعنويا بيديك دفع، اعتقد ده بيفرق، الحاله المعنويه بتفرق جدا، وفي نفس الوقت انا ببقى قدامه بقى عايزه اثبت نفسي على احسن حال، ده غير طبعا ان كل حاجه في الاخر وفي الاول في الاخر مرتبطه برضو ان انا عايزه اسعد الجماهير اللي في ظهري واللي نفسها تفرح، واللي لازم ان احنا نفرحهم بان شاء الله عوده الدوري مره ثانيه لينا، لان هو ده اللي احنا نعرفه، فان شاء الله خير، بس هيبقى ماتش برضو مش هنستهين بيه، ماتش قوي يعني باذن الله نشوف كوره ممتعه، انا دايما بحب مش بس سكوره، بحب اشوف كوره حلوه وسكور طبعا لصالحنا، فان شاء الله يحصل. الشيء العجيب بقى حضرات ان فعلا لقب الدوري هو دايما اللقب يعني الاحب عند جماهير النادي الاهلي، ممكن يبقى النادي الاهلي في موسم واحد مشارك في ثلاث اربع بطولات افريقيه ودوليه حتى في بعض الاحيان، لكن كله كوم عند الاهلاويه، كله كوم والدوري كوم تاني، علما بان الدوري مشوار ومشوار ونقاط والى اخره، حضراتكم طبعا عارفين التفاصيل، لكن دايما الدوري ولقب الدوري ودرع الدوري ليه وضع شديد الخصوصيه عند جماهير النادي الاهلي في كل مكان. على ذكر بقى مباراه النهارده، عايزين نقول لحضراتكم ان الجهاز الفني اعلن بالفعل قائمه الفريق استعدادا لمباراه غزل المحله، وجاءت قائمه النادي الاهلي كالتالي: محمد الشناوي، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بنون، عمرو السوليه، صلاح محسن، محمد مجدي قفشه، محمود وحيد، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبير، حمزه علاء، احمد نبيل كوكا، محمد اشرف، وزياد طارق. طبعا بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق في لقاء النهارده، وبنتمنى كمان ان احنا نشوف كل اللعيبه فايقه ومصحصحه، لان يمكن اخر لقاء بصفه خاصه ماتش الاهلي والزمالك كان كتير من الناس عندها تحفظات على لعيبه بعينها، الكام واحد منهم اللي هو ايه مش ده العادي بتاعه، مش ده فلان من غير ما نسمي، بس مش ده المتوقع من سين من الناس، فاهمه ازاي؟ يعني مش عايزين ان ده يتكرر تاني الفتره الجايه. بص نقطه مهمه قوي اللي انت اتكلمت عنها دي دلوقتي، لان ده برضو هياخدنا لفيما هو قادم، وكمان فكره هنا ماذا بعد او الاهلي بعد اختيار كمان المدير الفني الجديد، لان اكيد هو من الحاجات اللي هيركز عليها ايه النواقص اللي عندك، ايه المشاكل اللي عندك، ايه الاصابات اللي عندك اللي ممكن تعالج وممكن لا، يعني الفكره هنا بيكون في تقييم كامل، اكيد احنا كفريق الاهلي دلوقتي لو هنتكلم بمنتهى الصدق والشفافيه عندنا مشاكل، ده فور شور ده اكيد، فاحنا بننتظر من المدير الفني ان شاء الله الجديد ان هو يوفق في حل المشاكل اللي عندنا والنواقص اللي عندنا وغيره، فدي هتبقى مهمه ان شاء الله نلاقي فيها فرق بقى على الارض بعد انضمام المدير الفني الجديد في الوقت اللي هيتحدد فيه واللي هيكون فيه اعلان صحيح.
صادر من النادي الاهلي اللي هو لسه اكيد مش عارفين امتى بس اكيد في القريب. فدي حاجه اكيد هيشتغل عليها من الملفات المهمه جدا عشان نلاقي فرق كبير على الارض وطبعا الفاينل تاتش او الفينال بتاعنا وغيره الحاجات اللي احنا كنا بنعاني منها يمكن الفتره اللي فاتت تحديدا. نقفل بقى الملف ده وهنفتحه في الفقره الحواريه. خلينا ننتقل بعد كده لاخبار اخرى وتحديدا لوزاره الشباب والرياضه اللي نظمت امبارح مهرجان رياضي كان اسمه الاول للسفارات بحضور عدد كان من السفارات والشخصيات العامه والفرق كمان المشاركه. نتابع بالظبط ايه اللي حصل ونرجع نكمل. مصر كل يوم تجسد أنها أم الدنيا بالمثل، الشعب البلد المصري هي أم الدنيا لأنها تستطيع أن تجتمع على أرضها كحضارات متعددة وشعوب وأمم ودول متعددة بكل رشادة واقتدار، تجتمع على قيم التسامح والمحبة والتعاون. هذه الماتشات وهذه الأنشطة الرياضية ودور كرة القدم هو ليس لا يأتي في إطار التنافس بين الدول بقدر أنهم يجتمعون في إطار المحبة والمودة وتعزيز أواصر التعاون والتضامن فيما بينهم. هو المهرجان الأول دور السفارات أول مرة تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية معالي الوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، بتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية. احنا عملنا من خلال العلاقات الدولية بعتنا للسفارات ولقينا قبول من السفارات في لعبتي كرة القدم والتنس. احنا عندنا النهاردة 18 سفارة ودي كمهرجان أول وإن يشارك فيها 18 سفارة فدي حاجة كويسة. في البداية أود أن أشكر الجهة المنظمة لهذا المهرجان الحقيقة الرمزي والذي يحمل رسالة هامة جدا لنا نحن كدبلوماسيين هنا في القاهرة أنها تجمع ليس تجمع بيت العرب نحن كدول عربية ولكن تجمع الجميع. فطبعا هي تظاهرة رياضية وهدفها أنها نخرج من الجو الروتيني العمل الدبلوماسي إلى جو آخر رياضي فيه رسائل طبعا لأهمية الرياضة ولأهمية التواصل طبعا مع الآخرين جميعا. احنا النهاردة موجودين في إحدى قلاع الرياضة المصرية الصالة الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر للمهرجان الرياضي المصري للسفارات سواء سفارات عربية أو أفريقية أو أجنبية لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة. وده المهرجان زي ما حضرتك تفضلت قلت المهرجان الرياضي الأول ليهم في عدد من الألعاب وإن شاء الله الفترة المقبلة هتشهد العديد من الأنشطة سواء بقى للسفارات وأنت عارفة مصر أصبحت قبلة لاستضافة العديد من البطولات سواء بقى بطولات عالمية أو بطولات قارية. فإحنا نشكر كل السفارات اللي شاركت معانا ونتمنى الفترات المقبلة العديد ولجميع السفارات اللي موجودة في مصر يكون ليها نشاط رياضي لأن تعرف الرياضة بالنسبة لنا أهم شيء وأن الرياضة تكون أسلوب حياة بالنسبة لهم بالنسبة للعاملين وبالنسبة للجاليات الموجودة داخل مصر. أتشرف بأن أشارك في هذا الافتتاح دور السفارات. في الحقيقة كان شرف عظيم بالنسبة لي وشهدنا على دقة التنظيم وروعة الإخراج في هذا الحفل الكبير. نحن كسفارة سودانية جاهزين ونسقنا مشاركتنا مع وزارة الشباب والرياضة التقطنا الدعوة والحمد لله فروقنا جاهزة حتنافس بإذن الله وحتقدم لكم حاجة يعني مشرفة. لطيفة النوعية دي من النشاطات وعلى فكرة فيها تفاعل كده مع كيانات ومع جهات مختلفة والموضوع بيعدي الحدود القطر المصري كمان. بص عجبني الجملة الأولى اللي احنا سمعناها فكرة هنا هو مش تنافس بين الدول هو فكرة هنا تناغم بين الدول تقرب ما بين الدول فهي حاجة على المستوى يعني بتتكلم برضو الاحترافي هي مش حاجة مش بطولة يعني أو حاجة حاجة ودية فطبعا الغرض منها بيبقى كويس زي بالظبط كان دوري الوزارات لو تفتكر أيوة كان من أسبوعين اتكلمنا عنه صح فكان حلو كان لطيف برضو. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم اكيد مره ثانيه ودلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه مع مراسلتنا العزيزه سالة حامد هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف ايه الجديد كمان في النادي الاهلي والكواليس في الرياضات كمان المختلفه. يا سالة صباح الخير والفل عليكي سامعينك اتفضلي. صباح
صباح الخير يا نهواندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهواندو حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه وكمان الانشطه المتعلقه بجميع اللجان في جميع فروع النادي الاهلي. خلينا نبتدي معاكم باللجان اللي موجوده في جميع فروع النادي الاهلي. يمكن شفنا يعني الفتره الماضيه يا كريم ونهواند انه اللجان يعني جميع اللجان سواء لجنه الطفل، لجنه المراه، لجنه ذوي الهمم، اللجنه الثقافيه، لجنه الشباب وكمان يعني لجنه الرواد، الجميع يعني نظم العديد من الندوات والحفلات والانشطه يعني خلال الفتره الماضيه، وشفنا نجاح يعني جميع الندوات دي والانشطه، ولسه مستمرين يعني حاليا في ان هم يقدموا يعني افضل حاجه لاعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه. ويعني ان شاء الله يوم السبت القادم لجنه المراه تحت رئاسه الاستاذه انهار انديل يعني بالتعاون مع الاداره التنفيذيه وتحت اشراف اللجنه العليا للجان هينظموا يوم السبت المقبل ندوه لعضوات واعضاء النادي الاهلي هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 6 امام شاشه العرض الشاشه الرئيسيه، وهتكون الندوه تحت عنوان سلامتك تهمنا، وهتكون متواجد فيها يعني جميع عضوات النادي الاهلي وكمان الدكتور محمد سلامه خبير السلامه المائيه والاسعافات الاوليه، واللي هيكون متواجد عشان يجاوب على جميع اسئله اعضاء وعضوات النادي الاهلي اللي هتكون متعلقه بجميع الامور المتعلقه يعني بالاسعافات الاوليه وكمان كيفيه التعامل مع المصابين. يعني حد شاف يعني حد مصاب مثلا لا قدر الله، هل هيتعامل معاه ازاي، المفروض يعمل ايه في الوقت المناسب، كل الحاجات دي هيجاوب عليها الدكتور محمد سلامه، وكمان مبادئ الاسعافات الاوليه. فده كله ان شاء الله هيكون يوم السبت القادم الساعه 6 امام شاشه العرض الشاشه الرئيسيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره. خليني بقى اروح للفريق الاول لكره القدم تحت قياده الكابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني لفريق الاول بالنادي الاهلي، واللي امبارح يعني هو والجهاز الفني وجميع اللاعبين ختموا استعداداتهم والتدريبات قبل مواجهه غزل المحله النهارده في تمام الساعه 9:30 مساء على ملعب استاد الاهلي والسلام في الجوله 22 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن امبارح يعني كابتن سامي قمصان كان متواجد هو وكابتن سيد عبد الحفيظ قبل المران، يمكن كابتن سيد كان موجود مع اللاعبين وكان بيتكلم معاهم شويه وبيحفزهم قبل المباراه يعني نظرا لاهميتها في بطوله الدوري، كمان يعني المباراه التمرين عفوا يعني شهد يعني حضور رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واللي كان برده موجود عشان يعني بيطمن على الفريق وكان بيحفزهم قبل مواجهه غزل المحله النهارده. ويمكن يعني كابتن سامي قمصان قبل يعني التدريبات يعقد زي محاضره فيديو مع اللاعبين كان بيتكلم عن يعني كافه الامور المتعلقه بالمباراه سواء يعني الامور الخططيه او الفنيه عشان طبعا الفريق يعني يكون جاهز بشكل كامل للمباراه. ويمكن كمان قبل التدريبات بالكره كابتن سعد الحفيظ يعني قبل فتره الاحماء يعني بالاخص اتكلم معاهم شويه وقال لهم يعني انه لازم يعني نفوز، مفيش بديل تاني للفوز يعني في المباراه دي، لازم نفوز ولازم يعني نحصل على الثلاث نقاط يعني عشان طبعا نرجع تاني لمركزنا الطبيعي وهو المركز الاول في تدريب الفرق في جدول الدوري الممتاز لكره القدم. كمان دكتور اسامه مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين كان متواجد في المران امبارح يا كريم ونهواند بدل يعني كابتن والدكتور احمد ابو عبله عشان يعني نظرا يعني للامور يعني الموجوده دلوقتي ان هو مسافر مش موجود، فكان هو موجود بداله وطمنا على الثنائي محمد عبد المنعم واليو ديانج. يمكن محمد عبد المنعم كان بيعاني الفتره الماضيه من اصابه في العضله الضامه وقال لنا يعني ان حالته مطمئنه وانه هيكون موجود الفتره القادمه مع الفريق، ويمكن هيرجع يستكمل التدريبات بعد مباراه غزل المحله مباشره عشان يكون جاهز الفتره القادمه ويشارك في جميع المباريات. يمكن امبارح كان موجود في المران يعني كان بينفذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بيه عشان يتعافى من الإصابة، وكمان اليو ديانج كان موجود ويعني اكتفى ببعض التدريبات في صالة الجيم وبعد كده في ملعب مختار التيتش اكتفى بأنه هو يعني يستكمل برضو البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بيه بالجري حوالين الملعب. وكمان يعني الدكتور اسامه مصطفى طمنا على اليو ديانج وانه ان شاء الله الفتره القادمه هيتعافى من الكدمه في الركبه اللي كان بيعاني منها بعد يعني ما كان بيشارك مع منتخب المالي الفتره القادمه، ويعني ان شاء الله هيكون برده متواجد مع محمد عبد المنعم في التدريبات الجماعيه بعد مباراه غزل المحله. يمكن دي كانت كل اخبارنا النهارده يا كريم ونهواند الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وكمان جميع اللجان بالنادي الاهلي. ان شاء الله يعني بتمنى النهارده الفوز والتوفيق لفريقنا في مباراه غزل المحله. اكيد انا معاك يا نهواند ومع
معاك يا كريم لو في اي سؤال. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمة ليك انا هون طبعا. لا تخطيطك اكثر من رائعه يا سلام، نشكرك عليها جدا حبيبتي، ميرسي. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافه الرياضيه، وتحديدا هنروح على مقر جريده الشروق حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان نتابع معها اخر الاخبار واهم المنشطات الصحفيه. هنا صباح الفل عليكي، اتفضلي. معانا ولا ايه؟ هنا واضح انك مش سامعاني. لا والله شكلك سامعاني. صباح الفل عليك يا هنا، اهلا بيكي، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر جريدة الشروق أخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. والبداية من جريدة الشروق، اتحاد السلاح يعلن قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط. كشف مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني عن أسماء اللاعبين المشاركين في بطولة دورة البحر المتوسط، واللي طبعا هتقام في الجزائر نهاية يونيو الجاري من الفترة 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل. يعني بتضم قائمة منتخب مصر في ثلاث أسلحة مختلفة، كل من محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم، محمد عصام، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، محمد السيد، أحمد السيد، ومحمد ياسين. يعني طبعا مصر بتشارك في 19 رياضة. الفرق بتستعد جيدا جدا منذ فترة، ويمكن كمان أغلبها دخل في معسكر مغلق. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لجريدة اليوم السابع، 90 مليون يورو مقابل 30 قيمة محمد صلاح التسويقية ثلاث أضعاف رونالدو. يعني طبعا أصبحت القيمة التسويقية لنجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ثلاث أضعاف قيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب طبعا مانشستر يونايتد، وذلك بحسب آخر تحديث من شبكة ترانسفير ماركت العالمي. يعني طبعا هو متخصص في قيمة وإحصائيات اللاعبين. أصبحت تبلغ قيمة تسويقية لمحمد صلاح 90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لرونالدو 30 مليون. يعني حقيقة النجم محمد صلاح كل يوم بيصنع مجد جديد، وبيثبت للعالم كله أنه مفيش مستحيل، وده طبعا هيكون ليه تأثير إيجابي جدا على جميع أبطالنا المصريين. نروح بقى لجريدة الشرق الأوسط، والتحقيقات تتواصل في فوضى نهائي دوري الأبطال وترقب النتائج في سبتمبر. بدأ العمل هذا الأسبوع على إعداد التقارير المستقلة بشأن الأحداث التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، طبعا كانت بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، واللي طبعا أقيمت في فرنسا على أن تسلم نتائج التقارير في سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتقرير أحد قادة الاتحاد الأوروبي للعبة، واللي كذب الحقيقة خلال الاستماع إليه أمس الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الأرقام الفرنسية بخصوص عدد التذاكر المزورة. يعني طبعا المباراة النهائية شهدت فوضى عارمة الحقيقة، حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول إلى الملعب وحضور المباراة، لكن على أي حال نتائج التقارير هتظهر في شهر 9 المقبل. أخيرا بقى نروح ليلا كورة، ماني عن بايرن النادي المناسب في الوقت المناسب. قام النجم السنغالي ساديو ماني بعمل حوار مطول مع صحيفة بيلد الألمانية بعد وصوله صباح أمس إلى ميونخ من أجل إتمام انتقاله رسميا إلى صفوف البايرن خلال طبعا الماركاتو الصيفي المقبل. وكانت التقارير تشير إلى نجاح النادي البافاري في حسم صفقة السنغالي بعد توصله لاتفاق نهائي مع الريدز على ضم اللاعب صاحب الثلاثين عام في صفقة وصلت قيمتها إلى 42.5 مليون يورو. طبعا كان أعرب اللاعب عن سعادته الشديدة، وقال أنه النادي المناسب في الوقت المناسب، وأنه كان بيتمنى الانتقال إلى العملاق الألماني منذ فترة. يعني دي كريم ويا نهاوند كانت أبرز أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. طبعا قبل ما أختم كلامي حابة أضم صوتي لصوت جميع الأهلوية، وأتمنى كل التوفيق لفريقنا طبعا في مباراة اليوم أمام غزل المحلة، إن شاء الله يفوزوا ويقتنصوا ثلاث نقاط جداد، لأن طبعا زي ما احنا عارفين كل نقطة مهمة جدا لحسم بطولة الدوري. والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.
الله، وبنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على هذه التغطيه الصحفيه المتميزه كالعاده، شكرا ليك. ان شاء الله خير، وان شاء الله الاهلي هيفرحنا زي ما احنا متعودين. زي ما احنا بنقول ممكن يحصل اي مشاكل في النص، لكن الاهلي بيبقى جدير ان هو يعود مره ثانيه افضل كمان من الاول. ده اللي احنا نعرفه واللي متعودين عليه من الاهلي. طيب خلونا بقى نختم الجزء الاول من حلقتنا مع حضراتكم بهذا التقرير المتعلق بالفتنس وتحديدا تمارين للاطفال، هنتعرف عليها مع كابتن حسام الفيل وهو مدرب اللياقه البدنيه في النادي الاهلي بالشيخ زايد. هنشوف التمارين مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. نطلع فاصل نرجع ان شاء الله نبتدي معاكم اول فقره حواريه، خليكم معانا. صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركه. الرياضه مهمه جدا لصحه اطفالنا، اللي هم يخلوهم بشكل صحي وينمو ويكون عضلاتهم بشكل افضل وصحي كمان. عشان كده احنا لازم نشجع اطفالنا اللي هم يتمرنوا، مش بس عشان كده، عشان كمان هيزود قدراتهم على التركيز كمان في دراستهم، وهيحسن من صحتهم بدنيا ونفسيا، كمان هيدوهم الثقه بالنفس. فدايما نحاول نشجع اطفالنا، لو مش هيقدروا اللي هم يروحوا الجيم ممكن يتمرن معاهم في البيت وبادوات بسيطه جدا زي اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده. النهارده هنعمل مع بعض مجموعه تمارين انا وبطلنا احمد، بس قبل ما نبدا تمرينه زي ما احنا متعودين اللي احنا دايما بنسخن جسمنا عشان نتفادى اي اصابه او اي الام في الجسم لا قدر الله. اول حاجه هنبدا نسخن جسمنا، دراعاتنا لقدام، هنعمل خمس عدات مع بعض. لو المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن برضو يعملوا معانا نفس التمارين دي. بعد كده الباك، بعد كده الدراع للجنب، نبدا نحرك دراع لقدام ورا خمس عدات كده لفوق. نبدأ نجري في المكان خفيف، نطلع بركبتنا أعلى كمان، دايما محافظين على النفس بتاعنا. ممكن نتحرك يمين وشمال، كل ده بنسخن الجسم بتاعنا عشان نتفادى أي إصابة. هنبدأ أول تمرين معانا وهو ستيب، ده أكيد متاح عند أي حد في البيت معاك. لو مش عندك ستيب ممكن تستخدم على الأرض عادي، تعمل التمرين على الأرض. أول حاجة هنبدأها مع بعض، هنبدأ نطلع على الستيب بتبادل برجلين. هبدأ أطلع برجل يمين باك انزل، نحاول نحرك دراعنا معاها. نبدا يلا مع بعض 10 عدات، 1 2 3، خلي ظهرك دايما مشدود وعضلات بطنك مفروده، 5 6، ونريح ناخد ريست، نخليهم يشربوا ميه بين التمرين والتمرين. هندخل على تمرين كمان، هنخلي رجلينا على الستيب من فوق اليمين، رجليها الشمال ورا سنة، ونبدا نعمل ني درايف. نطلع بركبتي نلمس ايديا، هنعمل 10 عدات على اليمين و10 عدات على الشمال. يلا ستارت، 1 2 3، نطلع بالركبه اعلى، 5 6 7 8 9 10، ناخد ريست 10 ثواني ونعمل الرجل الثانيه كمان. ظهري مفرود، يلا بينا ستارت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونديهم بريك كده ايه دقيقه يشربوا فيها ميه ونرجع نبدا تمرين كمان. التمرين اللي بعد كده هنبدا نعمل جامب بالرجلين، مره يمين ومره شمال. يلا معايا ستارت، 1 2 3، دايما شادد جسمك وفارد وشادد ظهرك وعضلات بطنك مشدوده، 6 7، حرك الدراع بتاعنا معاه كمان عشان يبقى نشغل كل عضلات الجسم بتاعتنا، 6 7، وناخد ريست نخليه ياخد راحه نشرب ميه. هندخل تمرين بقى ايه واحنا ايدينا على الستيب، اخلي دراعي تحت كتفي بالظبط وظهري مشدود فرد جسمي كله. هنبدا المس مره يمين بايديا ومره شمال على الكتف بتاعي، هنعد مع بعض 10 عدات. يلا ستارت، 1 2، اهم حاجه ركز اللي هو ظهره يكون مفروض جامد، 3 4 5 6 7 8 9، اخر عده ستوب. بعد كده ناخد ريست 10 ثواني كده نشرب برده فيها ميه، دايما طول التمرين نخليه يشرب ميه، دلوقتي الجو حر فلازم نشرب نعوض الحاجات اللي بتطلع من جسمنا المعادن والفيتامينات. هندخل كمان تمرين، جاهز اخر تمرين معانا، هنعمل بلانك بس واحنا ثابتين على الستيب كده، خلي ظهرك برضو مشدود مفروض، نحاول نتنفس ما نكتمش النفس بتاعنا، شد عضلات البطن بتاعتك،
وهنثبت من 20 ثانية في البداية لو حد لسه مبتدئ، ونبدأ نزود لهم في الوقت كل فترة، وناخد ريست. بأهم حاجة اللي احنا النصايح والتمرين اللي احنا قلناها لكم النهاردة، أتمنى اللي هي تفيدكم، ولازم تخلي طفلك يتعود على الأكل الصحي، ونحاول نقلله من الأكلات اللي هي الخارجية، وندخله كل العناصر الغذائية من بروتين وكربوهيدرات ودهون صحية عشان ينمو ويكون بشكل أفضل. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها، ونشوفكم حلقات تانية جديدة. يا أهلا بحضراتكم مرة تانية. تعالوا بقى ندخل في موضوع ماتشنا النهاردة أمام غزل المحلة. طبعا عندنا ماتش مهم، أي ماتش بالنسبة للنادي الأهلي على فكرة في أي مرحلة من مراحل مسابقة الدوري هي مباراة مهمة، لأن احنا كمان عدينا قبل كده بتجربة نزيف النقاط الضائعة، وده طبعا شيء من نفسناش أبدا أنه يتكرر بأي حال من الأحوال. عايزين نتكلم بقى مع حضراتكم ومع ضيفنا اللي منورنا في الفقرة دي عن طبعا الجوانب الفنية وعن الحاجات اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها خلال الفترة الجاية، ده طبعا إلى جانب كلامنا في ملف التحكيم. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الأستاذ عبد المنعم فهمي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل يا فندم. صباح الفل، أهلا بيك. أخبارك إيه؟ بونجور يا أستاذ عبد المنعم. والله العظيم بنبسط لما بتكون معايا. بكل اللغات. المهم كلامنا يبقى بالعربي. ماشي. عشان إحنا عندنا كلام مهم، وأنا هبدأ معاك معلش مش هاخد كتير في اللقاء بتاع الأهلي والزمالك ولقاء القمة، لأن إحنا عندنا خلاص حاجات قدام مهمة، بس هروح مع اللقاء ده تحديدا على قضية التحكيم. الطاقم التحكيمي الأسباني اللي كان أكثر من رائع بصراحة، شفنا مباراة سلسة، شفنا مباراة جميلة، شفنا هدوء في الأجواء في الأرض، شفنا فيرم أو زي ما بيتقال كده في منحنى لا فيرم حاجة يعني حاجة يعني مهم يعني صرامة يعني في صرامة لما كان في أي لاعب، وبتكلم أي لاعب بيحاول يضيع وقت، كنت بتلاقي الحكم رايح والموضوع يا تقوم يا هتاخد كارت. فلا كان أداء تحكيمي أكثر من رائع. ممكن نبدأ بالأداء التحكيمي الأجنبي ونتكلم شوية عن التحكيم المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول طبعا عقدة الخواجة ولا الحكم الأجنبي مختلف عن الحكم المصري، ولا أسئلة لازم نقولها الأول طبعا. ماشي. طبعا لأن دي بتفرق. الحكم الأجنبي أكيد يعني له ستايل وليه شكل مختلف وليه احترام المختلف وليها ليه سيفين نظيف يعني، وليه جودته برضه، ما هو جاي وما عندوش خلفية في مشكلة بأزمة وفاكر فلاني لما عمل غلطة الفلانية وفاكر مش عارف مين، فده جاي بخلفية نظيفة وجاي الدنيا كلها بالنسبة له مهيئة لي أنه يبقى يعني يؤدي مباراة كويسة، فكل الناس بتتقبل هذه القرارات والأحكام. وخلينا نقول برضو جزئية مهمة، أن الحكم ده جاي وعارفين أنه جزار في إعطاء الكروت الملونة وإعطاء في ونفس التوقيت إعطاء الضربات الجزاء، فكل الكلام ده اتنشر عنه قبل أو أول ما تم الإعلان عنه، فكل الناس قرت، المدير الفني أكيد في الأهلي قرى، المدير الفني في الزمالك قرى، اللعبة يعني قرت عنه كل التفاصيل، فبالتالي كانت خايفة انها تعمل اي حاجه وتلاقي ايه في مشكله. طب في الاداء بتاعها لو بعدين جاي من غير حسابات ولا عارف مين اللعيب النجم اللي لازم يراعيه، ما يعرفش هو يعرف بس في مصر محمد صحيح. صلاح بس محمد صلاح ما بيلعبش في مصر. تمام. فده اللي ادى الانطباع على انه حكم جيد. هو حكم جيد وعدى بالمباراه الى بر الامان، وساعده كده الجمهور، سلوك الجمهور، سلوك اللعيبه، كان رائع بصراحه من الجانبين، وده واللعيبه نفسها يعني ده اللي خلى رابطه الانديه المحترفه المصريه تشكر النادي الاهلي وتشكر جمهورين وتشكر السلوك الرائع ده، لان من ايام من فتره كبيره ما شفناش السلوك الحلو ده والرائع ده، وده اللي خلى الناس كلها بتتكلم على الفنيات. الاهلي كان حلو في الشوط الاولاني، الزمالك كان حلو في الشوط الثاني، الناشئين ظهروا في الزمالك، النجوم الاهلي في شويه مستوى ما كانش، فالناس كلها كانت بتتكلم في الفنيات، ما بتتكلمش في حاجه ثانيه خارجه عن الاطار الفني، وده المطلوب. يعني اي مباراه تتلعب المفروض ان اركز على حاجه واحده بس، المباراه، كاتشانه المديرين الفنيين، تغييراته، المباراه مشيت ازاي، اتعمل فيها ايه، ايه الدروس المستفاده منها، ما ببصش بقى على الجمهور وشتايم الجمهور وده بيشتم لا 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 كان في تركيز. عشان كده
الكوره بتتقدم في البلاد الثانيه عشان خاطر هم بيركزوا جوه المستطيل الاخضر. لا بس اقول لك حاجه برضو يعني في شغب كتير جدا بيحصل خصوصا بعض البلاد يعني الجماهير الانجليزيه يعني بيقابل برابع بيحصل بس احنا سعداء مش هنقارن نفسنا احنا سعداء كابتن عبد المنعم استاذ عبد المنعم ان احنا وصلنا بالرقي ده كابتن حلو انا والله بيتقال لي كابتن نهاوند انا شخصيا وأنا كابتن انا عاجبني برضو كابتن وبعدين يا كابتن فالمستوى اللي احنا وصلنا له هو ده اللي فعلا لازم ان احنا نشيد بيه لان كان حاجه راقيه جدا ده حاجه راقيه وركزنا زي ما اللعيبه ومن الكل بصراحه لكن حكم يعني كان في تخوف منه في البدايه لكن الحكم عدى المباراه الى بره الامان وخلانا نتكلم فنيا وده نتمنى ان كل الحكام اللي يجوا مصر يكون بالشكل ده من الانديه الخمسه الكبرى من الدوريات انا اسف قبل بس ما ندخل في بقيه التفاصيل والفنيات والتحكيم الى اخره انا بس عايز اقف للحظه عند اللي نهاوند وحضرتك اتكلمتوا عنه دلوقتي اتفضل هو مش المفروض انه لا يصح الا الصحيح والمفروض ان الرياضه هي اخلاق قبل اي حاجه احنا ايه اللي حصل واستجد عندنا فبقى مشهد حلو زي اللي شفناه خصوصا مع نهايه لقاء الاهلي والزمالك واللعيبه كان وحشنا للدرجه دي وبنتكلم عنه وكانه امله هو مش ده المفروض يبقى ده الحال ده ايه اللي حصل فما بقاش ده الحال اللي في ايدك ده موبايل ده حاجه من في ايد حضرتك انا قلم لا موبايل جنب ماشي. حضرتك والموبايل انا الموبايل مش معايا ده ايه بقى سوشيال ميديا سوشيال ميديا ضخمت من كل شيء السوشيال ميديا خلت البني ادم العاقل مش عاقل خلت البني ادم اللي قاعد في بيته عارف كل التفاصيل بني ادم يعني كان بيشتم في المدرجات ده بيشتم وقاعد في بيته عادي جدا والشتيمه بتوصل خلي بالكم يعني فالسوشيال ميديا دي هي قافت العصر كله ليس على كره القدم ولا الرياضه ولكن على كل مفاصل حياتنا وده اللي ادى بينا الى ان هنشوف جرائم بتحصل من يومين ثلاثه جريمه بشعه الناس كلها بتتكلم عنها ازمات ومشاكل بتحصل في الملاعب المصريه بالملاعب العالميه ده كله اثر بنشوف النجوم متاثرين جدا بالسوشيال ميديا ومتاثرين جدا بكلام والله الناس والله انا مش شايفه ان اي حد ممكن ان هو يدي اي اهتمام للتعليقات السخيفه على السوشيال ميديا لا, إزاي؟ لا اقول لك ازاي ولا إزاي؟ الهوى انت مفروض طبعا. بص يا استاذ عبد المنعم اقول لك وجهه نظري انا دلوقتي لو شخص محترف في اي مجال كان لاعب مذيع سياسي واتيفر لما انا ببقى في هذه النقطه من الاحترافيه المفروض ان انا ابقى عارف ان انا في ناس عندها مشاكل نفسيه في ناس حاقده في ناس بتنتمي منافسين في ناس داخله لجان في حاجات كتير وفي ناس صادقه فانا المفروض ابقى واخد الموضوع بطريقه بروفيشنال ولا التفت لده التفت ليه التفت للناس اللي تهمني في المربع بتاعي اللي انا عارف ان النصيحه خارجه منهم لمصلحتي لكن انا اجيب دلوقتي لاعب عالمي واقول ان هو السوشيال ميديا بتاثر فيه يعني صعبه شويه لا مش ما هو ده مش صح لو كان حصل في كل العالم بس لازم بليفل يا استاذ عبد المنعم نعم؟ لازم بليفل معين لما يبقى حد محترف غير لما حد هاوي غير حد جديد غير حد مخاطر يعني ده اللي انا اعرفه لا اللي تعرفيه حاجه والواقع حاجه ثانيه يمكن والعالم الله اعلم متاثر طب بدليل لعيبه الكوره اللي في المحترفين حضرتك بتقول عليهم ما بيسيبش التليفون اللي هو نازل ارض الملعب بيكتب انا نازل انا مش عارف ايه وده بس هو بيتعامل باحترافيه بيتعامل مع السوشيال ميديا عادي جدا وبيتكلم عن حياته بينشر رونالدو بينشر كل ال بيبقى في ناس مسكالهم السوشيال ميديا عامه يعني مش هم ال 24 ساعه دي لكن المبدا اللي نهاوند بتتكلم فيه الى حد كبير طبعا منطقي والا ما كانش يتقال على الشخص ده ان هو محترف في حته بالظبط ولكن في نهايه الامر برضو الامر لا يخلو احنا بنتكلم في الاخر على نفس بشريه ممكن كلمه تجرح طيب. تضايق توجع هقول لكم على حاجه بسيطه اللي حصل مع راشفورد والطالب المصري يعني شركه تخيلي شركه يعني تدير اعمال او تدير السوشيال ميديا بتاعت راشفورد ماركوس راشفورد اللي هو اللاعب الانجليزي المعروف وعملت وهتقاضي لاعب او طالب علاج طبيعي مصري طيب الفيفا من 3 4 ايام عمل حاجه ناس مش واخده بالها منها طلعت تقرير بتدين فيه كل ممارسات السوشيال ميديا الضاره التي تؤدي الى ان التاثير على النجوم وقال شهدوا بثلاثة بصفة خاصة منهم محمد صلاح لا محمد صلاح ما اظنش انا قريت التقرير ما شفتش محمد صلاح محمد صلاح وحد تاني لا وكان في عملوا احصائية مين اكثر مهند لاشين مهند لاشين لا انا بتكلم على واقع معين مهند لاشين كان في مصر وكيروش نفس الحكاية يعني خلينا بنتكلم عن حاجة يجرم عليها القانون يعني مجرمة اللي في خطأ أو غلط أو لما تتكلمي طيب لفظ مش تمام ما هو ده معناه ايه؟ معناه ان الفيفا
يعني راصد القصه دي، يعني القصه دي موجوده والمشاهير اصبحوا يتضرروا منها. ما هو الاراء يا استاذ عبد المنعم، بس عشان نعدي حته الاراء، الاراء كويسه جدا ان الناس تقول رايها حتى لو راي مناقض، لكن لو حد هيغلط من حقي انا ان انا اقضي. السوشيال ميديا كلها غلط. لا، لو حد هيعدي حدوده يبقى من حق الشخص الثاني ان هو يقضي، وده حركه يعني 100% سليمه. عام ان السوشيال ميديا اثرت تاثير سلبي، هي شغلت البال كتير كمان نواحي الرياضه، خلينا في الرياضه وكره القدم تحديدا، هي اللي خلت الناس يعدوا حدودهم زي ما انت بتقولي. قبل السوشيال ميديا ما كانش عندهم منبر ينفس عن غضب، كان يبقى منشط في جريده، كان يبقى حاجه زي كده او في المدرجات، الناس تروح المدرجات. فبالتالي ما فيش مدرجات فبينفسوا فين؟ ما هو على فكره عوده الجماهير دي ممكن تؤدي الى ان ايه، خلاص الناس بتشوف رأي العين، بتشوف وتتكلم من خلال المدرجات، تتكلم تهتف لجمهورها، تهتف ضد جمهورها. انما الناس ما فيش قدامها غير السوشيال ميديا فبتنفس من خلالها، وده اللي عامل ازمات. بيبقى عنتري الاداء طبعا براحته بقى، ومش هم رغم انه خلي بالك مرصود، ما هو متداري ورا الكيبورد، هو ما يعرفش انه معروف ويعرف يجيبوه من الـ من الـ ده انت تجيب اي حد كده مباحث الانترنت كده وانت قاعد يجيب لك الاي بي ادرس. سؤال بيكبر دماغه. بعد اذن حضرتك بس ايه، نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل كلام. ماشي، اتفضل. لسه حديثنا مستمر مع الاستاذ عبد المنعم والنقد الرياضي المعروف، طبعا معروف بصراحته، معروف ان هو اساله اي سؤال يجاوبك زي ما كنت بقول له في الفاصل. استاذ عبد المنعم لما تحب نقاط معينه نتكلم فيها قال لي اسالي براحتك. صح. احنا كنا في فاصل. براحتكم، نقول احنا عايزين الفاصل. ماشي، طيب نبدا بقى كده نتكلم شويه تفاصيل. وعندنا ملف طبعا المدير الفني، وعندنا ملف غزل المحله، وعندنا ملف بيراميدز، عندنا لسه كلام كتير. نبدا بايه؟ براحتك، اختار بقى. انا بحاول. مفيش اي مشكله، الثلاثه زي بعض. طيب نبدا بالمدرب الفني او المدير الفني ان شاء الله. طب انتوا عندكم معلومات، انتوا في قناه النادي الاهلي عندكم معلومات؟ المفروض انا اخد معلومات. احنا كنا في بدايه الحلقه بنتكلم ان اكيد النادي الاهلي مش متاخر، احنا قاعدين نقرر في بعض. شوف مين عنده معلومات. لا اكيد الكلام اللي ممكن يتقال. الملف صعب طبعا. طبعا الملف صعب، واختيار المدير الفني صعب جدا. ليه؟ ومحتاج وقت. لما تمشي موسيماني، لما تمشي فايلر، لما تمشي اي اسم بيجي النادي الاهلي، لازم تختار مدير فني يليق بالنادي الاهلي 100%، يليق بالنادي الاهلي ويليق بشروط النادي الاهلي والحاجات اللي بيتمناها النادي الاهلي في المدير الفني. المدير الفني اللي يجي النادي الاهلي، انا مش هتكلم على اسماء، في اسماء كتيره جت وزي ما جت زي ما مشيت. في اسماء جت النادي الاهلي سابت بصمه، مش اسماء انما مجرد مديرين فنيين، لكن النادي الاهلي توسم فيهم الخير وبالفعل خرجوا من مغمورين اللي اصبحوا مشهورين ولم ينجحوا الا مع النادي الاهلي، وده شيء غريب جدا. وفي ناس نجحت في غير النادي الاهلي. فمعنى كلامي ايه؟ معنى كلامي ان النادي الاهلي بيصنع نجوميه المدير الفني او يزودها او يصنع اسماء المديرين الفنيين اللي جايين. صحيح. وده بايه؟ بمنظومته. انا مش بجامل طبعا، الناس كلها عارفه كده، بمنظومته، بلعبته، بطولاته ونتائجه طبعا. في حاجه مهمه الناس مش واخده بالها منها، ان المدير الفني يحاسب في النهايه وليس في المنتصف. طب هتقول لي لما ولا بالقطعه انت مشيت المدير الفني ليه في نص الموسم؟ مشيتوه ليه؟ النادي الاهلي مشاه ليه؟ لا، في توافق حصل على الانسلاخ. فطالما في توافق من الطرفين خلاص الامر منتهي تماما، وبالتالي لابد من البحث عن مدير فني يليق بالنادي الاهلي. طب الاهلي ايه الشروط التي يجب ان تتوافر، لغه عربيه فصحى، ان تتوافر في المدير الفني اللي النادي الاهلي بيحتاجه؟ اولا، النادي الاهلي مش محتاج مدير فني للفريق مجرد اسمه خلاص، او مجرد مدير فني يدير الفريق. لا، ده انت محتاج يبص على قطاع الناشئين، تمام، يعمل لينك وربط بين قطاعات الناشئين وبعضها. نفسي في مدير فني، انا بتكلم على امنياتي، واكيد النادي الاهلي بيفكر في كده. اثنين، زياده مستوى اللاعبين الموجودين، مش مجرد مدير فني يدرب وخلاص. انا ما بحبش نوعيه المدير الفني يجي يدرب وخلاص. لا، عندنا نواقص وعندنا مشاكل محتاجين حد يحلها. المدير الفني ليطور من اداء اللاعبين الموجودين ويزيد من مستواهم، بدل ما اجيب لعيب، يعني مثلا في لعيب في الحته الفلانيه مستواه ناقص، انا مهمتي كمدير فني وعندي من الفنيات والامكانيات والملكات اللي تخليني اطور الاداء بتاعه، وفي نفس التوقيت ادي له الباور وادي له القوه اللي يخليه في مكانه كويس، بدل ما اشتري لعيب وامشيه واخسر فيه فلوس. طبعا. اجيب ازود مستواه. يبقى المصنع بتاعي. اثنين، عندي قطاع ناشئين ابص فيه اشوف اللعيبه النواقص اللي عندي، او اتفق مع المديرين الفنيين على طريقه اللعب الموحده، اتفق معاهم على محتاج مهاجم
السنه الجايه يكون موجود عندي، محتاج هو خط وسط مدافع، محتاج مثلا باك يمين، محتاج باك شمال، محتاج حارس مرمى، كل الحاجات يبقى فيه لينك بين قطاع الناشئين، وبالتالي اقدر استغل ال ال ال, ال اسمها ايه المخزون اللي عندي او القطاع الناشئين واستفيد بيه في الفريق الاول. ده المفروض اللي يحصل، انما يجي مدير فني ملوش علاقه بالناشئين، مدير فني بقى ادرب اللعيبه واحط لهم خطه واقول لهم العبوا، لا الكلام ده خلاص. الاهلي اظن كده وازعم انه ما بدورش على ده. طب الناس كلها بتتكلم على فايلر، فايلر ما كانش الاسم الواو، كان اسم عادي، والناس هجمت النادي الاهلي ساعتها في انه اختاروا فايلر، وانا كنت موجود على الهوا ساعتها والناس كانت بتهاجم. فايلر اثبت انه مدير فني رائع. ليه طب بقى؟ طب حصل كده مع مانويل خوسيه برده اول ما جه، تمام تمام، وحصل مع موسيمان، ناس هجمت موسيمان وزي كده، مش عارف ايه الى حد ما، يعني حد ان هو جه على بطولات على طول، تمام. لكن فايلر النموذج اللي كان بيبص على الناشئين، نمره 2 طور اداء اللاعبين. الاهلي طبعا ما فكرش فايلر تاني، عشان الناس تقول لك انا بتكلم على فايلر يبقى هيجيبه، لا انا بتكلم على نموذج مثل فايلر، سنه صغير في الاربعينات، يقدر يعمل مشروع من 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 مع النادي الاهلي، يقدر يطلع لعيبه كويسه، يختار لعيبه كويسه، يطور من اداء اللعيبه، عنده ملكات معينه. طب هي الخصائص والمواصفات اللي حضرتك بتفندها دي موجوده في كذا حد كبير، موجوده في كابتن سامي قمصان مثلا حد. ولا احنا لازم يبقى دايما عندنا مدير فني اجنبي؟ سامي قمصان انا سامي بحبه جدا على المستوى الشخصي، انسان ملتزم ومحترم جدا وفنياته حلوه، ويكفيه فخرا ان هو صعد لفريق حرس الحدود من 3 سنين. كل اللي بيتكلم فنياته بيتكلم عنه بشكل كويس، بس انا مش عايزه يمسك دلوقتي. انا وجهه نظري الشخصيه كعبد المنعم، لا صعبه الدنيا عليه، صعبه الدنيا عليه لاسباب كثيره. اولا بس هو قطع شوط في يعني الصعوبات دي. بالمناسبه لو رجعنا للماتشين اللي فات، في حاجه انت لازم قبل ما انا اوعد الشخص يبقى احطه في مكان، لازم يبقى عنده ممكن في يوم من الايام هيبقى مدير فني في النادي الاهلي. سامي قمصان لم يهيئ لده السنه دي، لم يهيئ لده، ما كانش يتخيل في يوم من الايام ان موسيماني يمشي وهو تولى المسؤوليه. انا وجهه نظري كده. هو حصل مع مدربين فنيين قبل كده، يعني محمد يوسف، عبد العزيز عبد الشافي، بس كانوا ايه مهيئين، وصلوا لمرحله من التدريب مع الفريق الاول لمرحله كبيره وخدوا شوط كبير جدا، فبالتالي خدوا المسؤوليه. انما سامي قمصان جت فتره من الفترات عازم مدرب عام تاني معاه مدير فني موسيماني، مش عارف ايه، مش اتقال الكلام، اتقال الكلام قبل كده. لكن سامي قمصان مدرب واعد، لكن الان لا، لسه في شويه صقل بالنسبه له. لكن هو عمل ماتش كويس جدا مع ايسترن، عمل ماتش كويس مع الزمالك، لكن في بعض الهفوات البسيطه طبعا، وده عادي جدا. النهارده عنده اختبار مهم جدا، عنده اختبار بيراميدز، اذا ما كانش المدير الفني جاي، لا هو مدير فني واعد وصاعد ومحتاج فتره من الوقت علشان يمسك النادي الاهلي. وخلي بالكم النادي الاهلي مش من السهل ان هو يضحي بابن من ابنائه، لا لا لا، ويغرقه في وقت صعب. اكيد وجهه نظري، يعني هو لو شايف ان سامي قمصان، هو مش معنى ذلك انه ما خلوش لاخر الموسم ان هو لا عنده مشكله فنيه او عنده ملوش علاقه فني، مدير فني راح بيجي مدير فني مكانه علاقه، مكانه محتاج وقت عشان خاطر يبقى يمسك النادي الاهلي. واكيد اكيد مسؤولي النادي الاهلي مش عايزين يحرقوا سامي قمصان، محتاجين لما يجي الوقت المناسب ليه وادوا له الفرصه، تمام. زي ما خد الفرصه مديرين فنيين كتير جدا ونجحوا فيها واصبحوا من المدربين الواعدين في الدوري المصري وليهم اسمائهم. طبعا. طيب علشان الوقت بيجري جدا، ملف المدير الفني ان شاء الله هيحسم قريب، والنادي الاهلي اكيد لما هيعلن هيكون الاسم موثق، لكن دلوقتي الكلام اللي بيتقال احنا مالناش لا لا يعني 6-7 اسماء بيدور حواليهم. احنا لما نعلن لا، انا دايما باخد الخبر من صاحب المصدر، صاحب المصدر لما يبقى يعلن، والنادي الاهلي زي ما قلت في بدايه الحلقه بالظبط، ما هو لما النادي بتاعنا يعلن احنا مالناش دعوه، فالنادي الاهلي لازم ياخد وقته. انا قلت لك الاهلي بيدور على طبعا طبعا واسم سي قوي طبعا. وهو ذو شخصيه، لازم يكون ذو شخصيه قويه وسنه صغير، بالتوفيق وفي نفس التوقيت يتوافق مع المشروع بتاع النادي الاهلي، وتكون فلوسه حلوين. طيب خلي بال حضرتك، المديرين الفنيين يسمعوا اسم مصر دلوقتي يطلب الملايين، 6 ملايين و7 ملايين طبعا. عقد عمل جاي لهم، عقد عمل بقى مين جاي لهم؟ عقد عمل في مصر ما اعرفش ايه ده، غريبه جدا. يعني في المغرب العربي فلوس عاديه جدا، واللعيبه كده يجي مصر هنا يطلب اسم، حاجه غريبه جدا. يعني طب استاذ عبد المنعم، في مدرب كان بياخد من نادي البرتغالي، مش هقول اسمه طبعا، كان بياخد كام؟ كان بياخد 150 مليون او في السنه، حاجه زي كده، 50 او 50، المهم اسم رقم.
تخيلوا راح السعودية خد كام؟ 600 مليون ما شاء الله. يعني 600 مليون؟ ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. رقم كبير جدا جدا. طبعا لما يجي مصر هنا يطلب ايه؟ هيطلب 300 يطلب 400 الله اعلم. طيب ربنا يستر. قدامنا دقيقة أو اثنين قول لنا كده إن شاء الله غزل المحلة ايه؟ احنا بنتكلم إن هو البعض مستسهل المباراة لكن احنا خلاص في المؤجلات ما عندناش رفاهية إن احنا نخسر نقطة فإن شاء الله خير. ده لا الأهلي ولا المحلة وعشان ده اللي خد المباراة صعبة وخلي بالك صامو مصنع على المحك لازم يكسب النهاردة عشان يصالح جمهوره خلي بالك كلمه يصالح جمهوره وكانه خسر النادي الاهلي اتعادل بس برضه الناس شايفاها بالنسبه لماتشات الاهلي والزمالك تحديدا الاهلي صح بيزعل صح الاهلي بيزعل والزمالك بيبقى مبسوطين وده يعني يؤكد ان يعني الاهلي متشرب قصه انه يكسب كل مبارياته يا ولازم مسهل. يا مسهل وربنا يوفق النادي الاهلي يوفق وفق سمو مصطفى ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا نورتنا شكرا جزيلا. شكرا مسيو مسيو نكتب بمسيو بقى مش كده ماشي هنطلع فاصل سريع يا حضرات وبعد العوده من الفاصل تابعوا بقى الفقره اللي كنا بننوه انا ونهواند عنها في مقدمه حلقتنا النهارده فقره مسجله نهواند راحت من خلالها فرع النادي الاهلي في مدينه نصر وحضرت كل تفاصيل وكل فعاليات اختبارات الناشئين في النادي الاهلي فقره هتكون مهمه جدا تابعوها وان شاء الله نشوفكم على خير يوم الاحد الجاي. صباح الخير على حضراتكم جولة جديدة من جولات 10 الصبح في الأهلي النهاردة إحنا متواجدين داخل أهلي فرع مدينة نصر واليوم اللي بينتظره كل الأهالي من السنة للسنة شهر 6 تحديدا بتكون اختبارات الناشئين النهاردة بنتكلم عن اختبارات 2013 و14 و15 خليني أقول لحضراتكم إن مش معقول كم الحضور اللي موجود مهما أوصف لحضراتكم الصورة بشكل حي مش هتكون زي ما كنتوا تبقوا موجودين معانا هنا على الأرض من داخل البوابة ومن الشارع بتاع النادي الأهلي لغاية لما حضراتكم دلوقتي هتشوفوا الاهالي قد ايه متواجده من كل محافظات مصر حريصه ان اولادهم ياخدوا فرصه مع النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفق الابطال منهم والمحظوظين منهم ويديهم مستقبل عظيم مع النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين قطاع الناشئين من القطاعات المحترمه جدا عندنا في النادي طبعا تحت قياده كابتن خالد بيبو هيكون معانا طبعا لقاء معاه عشان نعرف كواليس وتفاصيل اكتر حول ان شاء الله الفتره القادمه كمان لقطاع الناشئين هذا المصنع اللي خرج لنا ابطال كتير جدا ولسه العرض مستمر زي ما بيتقال ثواني صغيرة جدا ونبدأ مع حضراتكم حضراتكم مرة تانية ولنا هذا اللقاء مع كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بونجور جدا مشهد مشهد أكثر بجد والله كابتن خالد أكثر من رائع ده من قبل ما ندخل النادي من على البوابات والأهالي متوافدة وعدد كبير جدا والناس جاية من محافظات مختلفة ومن 6 الصبح متواجدين حريصين إن هم ولادهم يلتحقوا بالنادي الأهلي لأن أكيد ده بيكون زي ما بتقال أد فاليو أو حاجة كبيرة جدا وضمان لمستقبلهم خليني أسمع منك في البداية قبل ما أبدأ أسئلتي أصلا تعليقك على المشهد ده كل سنة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا سعيد أنتم موجودين معايا النهاردة وسعيد طبعا أن قناة النادي الأهلي بيتنا بتاخد المشهد ده وشايف المشهد معانا وقضت معانا اول يوم وطبعا بيبقى اول يوم ده اصعب يوم بالزبط. لان بتبقى يعني لسه بتظبط ولسه الاهالي تبقى كلها عايزه تبقى موجوده في اول يوم بتبقى فاكره ان الفرصه هتروح لا الفرصه موجوده طبعا احنا كان بقى لنا سنتين ما عملناش اختبارات عشان ظروف كورونا فالسنه دي طبعا قدرنا نعمل الاختبارات عشان الظروف اتحسنت وقدرنا يبقى في تحرك اكتر من البلد والبلد فتحت شويه فعملنا الاختبارات طبعا عندنا اعداد كبيره جدا فنتمنى بس من اولياء الامور ان هم يساعدونا يعني ان هم اللي معاه استماره ميعادها النهارده في ميعاده يجي غير كده ما يجي في يومه يعني بالظبط النهارده بنتكلم على 13 2013 و14 و15 احنا عايزين ناخد نتمشى كده واحنا يعني ناخد جوله برده العدد تقريبا كام النهارده من وجهه نظر تقريبا النهارده لا هو ما فيش اكتر من 1500 واحد في اليوم احنا عاملين نظام كده بنبيع الاستمارات عندنا 9 ملاعب شغالين فكل اختبار بياخد حوالي ربع ساعه اوكي فده وقت طويل في مساحه ملعب كبيره متهيألي ان مفيش حد بيوفر الامكانيات دي كلها في الاختبارات احنا كل احنا عايزين ان احنا نشوف الولاد بشكل احسن طبعا مفيش حد بيواجه حد كل الولد بيعمل اللي هو عايزه نديله الاول 2 3 بالكوره
يتحرك بيها ونشوف هو شغال لوحده بيفكر ازاي الكره معاه عنده ايه، وبعد كده بنشتغل على التقسيمه بنشوفه بقى مع زمايله بنشوف تحركاته. عندنا اسس يعني. ايوه طبعا. احنا الفكره كلها مش ان الواد ياخد الكره يجيب جون فهو ده كويس، لا احنا حاطين 10 اسس بنختار عليها وكل واحد معاه الاسس دي بيختار عليها من المدربين. حلو جدا. طيب الخطوه اللي ما بعد دلوقتي حصل الاختبارات واخترته، تقريبا بيتم اختيار كم شخص ولا مفتوحه الموضوع حسب المواهب اللي بتبقى موجوده؟ خلينا برضو احنا بنتمشى. لا احنا دايما السن الصغير، احنا عندنا اول سن السنه دي ليه دوري 2013، بس احنا بنعمل حاجه اسمها تحضيري 2014 2015، بيشتغل على الاولاد من سن صغير خلاص، هو بيبتدي هو بيفهم وياخد شكل النادي وبيجي 3-4 ايام في الاسبوع نبتدي نجهزه لغايه ما يخش لسنه. على فكره احنا النهارده شفنا حاجات حلوه قوي. طب حلو، ده حلو أوي جدا، ده قوي قوي يعني انا شفت اولاد في الملعب لا دماغهم كبيره جدا وعقلهم كبير وامكانياتهم كبيره جدا ان شاء الله النهارده كمان يعني في مجموعه من اللعيبه كويسه قوي. كابتن خالد مش هطول عليك لان انا عارفه ان وراك مليون حاجه تعملها دلوقتي، بس لازم اسالك عن مستقبل قطاع الناشئين. انا شايفه ودي مش مجامله وقلنا الكلام ده كتير، قطاع الناشئين في الفتره الاخيره بجد شهد تطور ملحوظ بشكل كبير جدا، فاللي جاي ان شاء الله كمان ايه؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني ربنا كرمنا اخر كرم وفي الفتره الاخيره زي ما انت بتقولي يعني نتفرج على مصطفى شوبير ما شاء الله عامل ازاي، رائع بصراحه. تكلم كوكا امبارح عامل ازاي، تكلم على كمان انت بتتكلمي على الجهاز الفني للنادي الاهلي دلوقتي، سامي مصمم الناشئين، محمد شرف الناشئين، فانت بتتكلمي على الجهاز كله، الدكتور احمد ابو عبد الناشئين، فانت بتتكلمي على كل الفريق الاول، لعيبه مدربين جهاز طبي اداريين، هو ده اللي احنا بنشتغل هنا بنأسس صح، بنشتغل بشكل علمي وبنختار كويس. وانا اشكر طبعا من خلالك طبعا مجلس اداره ولجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب ان هو ادانا حريه في ان احنا نقدر نشتغل على الناس بشكل كويس. جبنا مجموعه من المدربين والاداريين والدكاتره نقدر الفريق الاول يستعين بهم في اي وقت، فانا بشكره طبعا ان هم مدينا حريه ان احنا نشتغل ومدينا امكانيات كبيره جدا. احنا في امكانيات اتوفرت لقطاع الناشئين كبيره جدا عشان نقدر نشتغل مع الناس بشكل رائع جدا. كابتن خالد نورتنا. شكرا. واشكرك جدا وجود لك باذن الله. شكرا. وانا شكرا. اتمنى ان انا تيجوا كل يوم بقى تشوفوا المنظر ده. شكرا شكرا. من لقاءاتنا المهمة جدا النهاردة بنتكلم عن اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وفرع مدينة نصر، طبعا كابتن شطة رئيس الأكاديميات بالنادي الأهلي. يا مساء الأنوار أو صباح الأنوار. مساء الأنوار، احنا من الساعة 7 الصبح هنا. اليوم طويل. عشان كده اليوم طويل بس يوم مهم جدا يا كابتن شطة، والناس بتيجي والأهالي متوافدين من جميع المحافظات في مصر. أقول لك على حاجة، أنا لفيت العالم ده كله مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي وكده، وكان معايا مستر بروكيتش دلوقتي ووقفنا مع بعض نص دقيقه كده اكلمه في حاجه، قلت له هاف يو ايفر سين انك شفت حاجه بالشكل ده في حياتك؟ هاف يو ايفر سين ده؟ قال لي انا مش مصدق انه هذا الكم الكبير عشان يعملوا اختبارات، ودي حاجه بصراحه بالنسبه لي انا صحيح. يعني عمري ما شفتها في حته، فانا بقول ان النادي الاهلي اختبارات دي بتبقى مميزه، عشان كده احنا حاولنا بقدر الامكان نخليها هذا الموسم يعني وهذا العام انها تكون في هذه الملاعب الاكاديميه، عشان توري قد ايه الاكاديميه دي لها دور كبير جدا في تطوير كره القدم على الاقل في النادي الاهلي وفي افريقيا عموما وفي النادي الاهلي خصوصا. طب خليني اروح مع حضرتك برضو، انا عارفه ان حضرتك مشغول بس لازم اتكلم معاك برضو في فكره هنا دعم النادي الاهلي لهذا القطاع وقطاع الناشئين واللعيبه اللي بتيجي وبتنجح، وفكره ان انا احتوي هذه اللعيبه لغايه لما يوصلوا لي يبقوا في الفريق الاول، وده ممكن يغني النادي بعد كده ان هو يعمل اصلا اي ديلز او يجيب لعيبه محترفه، انت ممكن يبقى عندك المصنع اللي بيطلع لك كل النماذج او كل المهارات اللي انت عايزها. والله طبعا حضرتك اهم حاجه في الموضوع ده ان احنا بنعمل كل التعب ده وكل الاختيارات دي عشان الفريق الاول ليترون بعدين يعني بالظبط من خلال يعني مش عايز اقول لك خطوات قد تكون بطيئه لكن طويله، فبالتالي تبدا ب 8 سنين و10 و12 و14، لكن اهم حاجه في الموضوع ده انك انت المدربين لازم يكون عندهم سيستم واضح تمشي عليه على جميع المراحل السنيه عشان ما يبقاش في خلاف في طريقه اللعب وفي الستايل والحاجات دي،
فبالتالي انت محتاجه برضو لانه يبقى في من خلال القطاع انك تعرفي ازاي تربطيه بالفريق الاول او طبعاً. او بالمرحله السنيه الكبيره، ودي حته طبعا مهمه جدا ان شاء الله النادي الاهلي بيسعى لها في الفتره القادمه. واللعيبه دي طبعا انا عايز اقول لهم اصبروا، يعني لاولياء الامور اصبروا، اللاعب صغير لسه في السن، هناك متغيرات فسيولوجيه ومتغيرات كثيره جدا في البيولوجي بتاعت البني ادم نفسها فمحتاجين صبر. ما تستعجلش لابنك عشان يبقى محمد صلاح او يبقى نني او يبقى خطيب او يبقى اي لعيب اخر، فبالتالي لازم يكون في صبر وتعرف كويس ان المراحل السنيه المتغيره دي محتاجه منك انت كولي امر برضو كمان انك توجه اللاعب وتحاول تخلي دايما ما يبقاش بيبص على الامور بشكل استعجالي، ما يكونش فيه تطوير ممنهج. كابتن شطة كل التوفيق ان شاء الله وشغل محترم سواء من قطاع الاكاديميات او من قطاع الناشئين، بالتوفيق. واحنا نتمنى كلنا كمحبي وجماهير للنادي الاهلي ان احنا نشوف عندنا مصنع بيخرج يعني نجوم يبقوا بعد كده في صفوف الفريق الاول باذن الله، زي ما حصل وبيحصل دايما ان شاء الله ده يتم برضو في المستقبل. يعني مهم جدا من خلال برضو قناه النادي الاهلي والبرنامج بتاعي والبرنامج البرامج الاخرى انه نسلط الاضواء برضو على اللعيبه المميزه اللي بتطلع من الاكاديميه للقطاع من القطاع للفريق الاول، دي حاجه بالضبط. مهمه جدا، رساله مهمه جدا للحياه للقناه، لانها الان وجودها ده حيطفي على على على, على, على هذه الاختبارات، حيطفي عليها طبعا، يعني كل العالم حتشوف الاختبارات النادي الاهلي خصوصا في الحقيقه وفي افريقيا وفي العالم العربي عموما. شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لتواجدكم معنا. جولتنا مع حضراتكم مستمره ومتواجدين داخل قطاع الناشئين بالاهلي مدينه نصر، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ورانا دي الاختبارات اللي بيتم اختيار بعض العناصر منها، وده بيكون كده نجح في الاختبار الاول. طبعا لسه في اختبار ثاني واختبار ثالث، بس على كل حال من الاطفال اللي نجحوا النهارده هو مالك، خلينا نتعرف عليه اكتر هو طبعا ووالده. مساء الخير، رحب بيك ومبروك طبعا مالك، فاز او عدى الاختبار الاول في قطاع الناشئين. الله يبارك فيك يا فندم. عايزين نعرف اكتر عن مالك، يعني بيحب الكوره من هو عنده كام سنه؟ خلينا نعرف اكتر عنه. هو مالك بيحب الكوره من هو صغير، يعني بدا من هو دلوقتي كام سنه؟ هو 9 سنين. 9. هو من عنده 3 سنين بدا يحب الكوره ويشاور عليها وبدا يشتغل عليها يعني. فالحمد لله قدمت له في نادي جنب البيت برضه زي ما قلت لحضرتك، والحمد لله يعني. وبعد كده قدمت له في نادي اكاديميه سموحه، وهو شغال حاليا دلوقتي معاهم يعني. بداية لخطوة أو لرحلة هتبقى طويلة جدا، ربنا يوفقه فيها طبعا، بس هيبقى محتاج دعم ومحتاج جهد ومحتاج تركيز ومحتاج حاجات كتيرة جدا عشان يقدر ان هو يعني ينضم لقطاع الناشئين وبعد كده يكون نجم من نجوم الأهلي طبعا. أكيد يعني طبعا. بإذن الله. مالك معلش بقى، عايزين نسمع منك، انت حابب ان انت تنضم لقطاع الناشئين في النادي؟ ها علي شفتك حب النادي الأهلي. طب قولي مين أكتر لاعب بتحبه في النادي الأهلي؟ محمد شريف. انت عايز تبقى ايه لما ان شاء الله تنضم وتبقى لاعب كمان في الفريق الاول؟ عايز تبقى مهاجم ولا عايز تبقى جول ولا عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى مهاجم. مهاجم ماشي. طب قول لي انت نفسك دلوقتي تبقى، يعني انت عديت اول اختبار، نفسك بقى تعدي تاني وتالت اختبار وتنضم للقطاع؟ ان شاء الله. بس هتذاكر برضو مع الكوره ان شاء الله. ماشي، هو وعدنا خلاص. انا بتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله، واكيد شكرا. هنشوفك تاني يا مالك والد حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا.
يعني اللي حضراتكم الصورة أو الكواليس اللي وراء المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها من خلالنا دلوقتي، فرحة الأهالي لما بيتم اختيار أي ابن، يعني مش عايزة أوصفها لكم إزاي، إحنا هنسمعها من أحد الأهالي نفسهم اللي ابنه زي ما كنت بقول لحضراتكم نجح النهاردة في الاختبار الأول وهو سيف. مساء الخير أو صباح الخير بقى حسب يعني التوقيت. إحنا صباح الخير. برحب بيك على قناة الأهلي ومبروك سيف، عدى في الاختبار الأول قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وأعتقد دي خطوة أولية زي ما بيتقال. بالضبط، هو الحمد لله هو سيف من الأولاد المميزين، وكان عندنا أمل إن إحنا يتشاف هنا في النادي الأهلي، وطبعا أي حد وأي ولي أمر في مصر كلها يتمنى إن ابنه يكون في النادي الأهلي، ده شرف كبير لينا وشرف كبير لسيف وحلم كنت بحلمه وأنا صغير ليا فبحققه في ابني. حلو ده. والحمد لله، الحمد لله فضل ونعم عند ربنا. انا برضو بشكر جدا العين اللي شايفه في وسط اللعيبه دي كلها، الاختلاف عدد كبير، كبير جدا، مجهود كبير جدا بيتم، وفي نفس الوقت المدرب بنظره واحده شاف ان الولد ده مميز وعنده حاجه مختلفه. انا بشكره. انتوا جايين من داخل القاهره؟ انا داخل من اسكندريه. من اسكندريه. احنا في محافظات كتير جدا النهارده ومتواجده من بدري ومن 6 الصبح متواجدين حريصين طبعا على يعني اعطاء فرصه لاولادهم زي ما بيقولوا. احنا اتحركنا الساعه 5 حتى من اسكندريه بس الحمد بس لله. بس جت بفايده. بالظبط، رحله موفقه الحمد لله. سيف مبروك، وقول لنا كده حاسس بايه بقى؟ انا هديهم. اوكي. انا حاسس ان انا يعني ان شاء الله هبقى لعيب كوره كبير. أيوة. وحاسس ان انا هشوف اللعيبه اللي في الاهلي مثلا قفشه والناس دي وهلعب معاهم كوره وهتبسط كتير كده جدا. بس على بال ما انت تبقى في الفريق الاول هم هيبقوا كبروا بقى خلاص يا سيف. انت هتبقى قفشه الجديد بقى. ماشي ان شاء الله. طيب قولي، بتحب الاهلي اصلا؟ يعني اتفرج على ماتشات الاهلي ومع بابي والدنيا ماشيه تمام والزعيق يعني من عيله اهلاويه اصلا؟ طبعا الحمد لله. لا ربنا يوفقه ان شاء الله ونشوفه في يوم من الايام في الفريق الاول باذن الله في النادي. شكرا لك. مشكورك جدا. كل حضراتكم الفرصة النهاردة لا تقرر، من السنة للسنة أهالي بينتظروها من محافظات مختلفة. لقانا النهاردة مع أحد الأشبال الصغنانين أو الناشئين الصغنانين اللي والده جاي معاه من المحلة، ومش بس جاي من المحلة، هم باتوا في القاهرة علشان يقدروا يجوا النهاردة يعني من الساعات الأولى ويقدر إن هو ياخد فرصة مع النادي الأهلي. أنا برحب بيكم وجت بفايدة يعني الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم طبعا في الأول. وأحمد من الناس اللي او من الشباب الصغنن اللي تم اختياره في الاختبار الاول، مبروك طبعا. خلينا نعرف بقى عن احمد اكتر، حبه لكره القدم، حبه للاهلي. والله احمد يعني من صغره وهو متعلق بالكوره، وانا بجري بيه بقالي اكتر من 3 سنين، يعني لعب مع غزل المحل سنه كامله، لعب في مواليد 2011 وهو 2013. جم الجماعه بتوع بلندا لما مسكوا النادي قال لك ازاي طفل صغير زي دوت يلعب 13 ويلعب مع 11، مشوه من غير ما يبصوا عليه. ما فكروش اصلا ان هم يبصوا عليه، يعني عنده موهبه اصغر كمان. لعب سنه كامله مع غزل المحل وكان بيلعب مع مواليد 2011، اول ما جم مشوه. طيب المهم ان هو دلوقتي احنا كان املنا الاهلي النهارده فرصه جميله معاه، احنا كنا اصلا حتى لو هم قالوا له همضي مش همضي. المهم ان هو حصل على فرصه حلوه، واحمد حصل على فرصه حلوه بانضمامك اختبار اول عدى فيه بين ناشئين النادي الاهلي، والمشوار لسه طويل. طبعا ناوي تعمل ايه بقى حضرتك علشان يقدر ان احمد يوصل بموهبته للفريق الاول؟ وده حلم اكيد ملايين. والله يعني اهلي بلدي عارفين انا بعمل ايه. انا الاسبوع كله لاحمد كمل، بيروح 3 اكاديميات الاسبوع كله. يعني كابتن عندنا في البلد، عندنا كابتن زيدان انا بشكره، اخويا الكبير، ومتبنى احمد غير الاكاديميات الثانيه اللي انا بوديه فيها. هايل. فهو الاسبوع كله رياضه. حلو جدا. وما بنسكتش يعني. احمد مبروك طبعا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. كنت متوقع بقى ولا لا؟ كنت قلقان. طب قول لي، ده اختبار اول لسه عندك يعني مشوار، ناوي على الاختبار الثاني تجهز نفسك برضو؟ ان شاء الله. طب مين بتحب بقى من اللعيبه في الاهلي؟ محمد شريف ومجدي قفشه. حلو جدا. نفسك تبقى مهاجم ولا نفسك تبقى مدافع ولا ايه؟ مهاجم. طيب قول لي، المذاكره برضو اخبارها ايه؟
الحمد لله. في بالانس، في توازن، ها؟ طيب انا هقول لك على حاجه، ان شاء الله كده يبقى لينا لقاء بس تبقى اكبر شويه ان شاء الله، وتبقى في الفريق الاول، مش ده يبقى اكيد حلمك؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بس تركز جامد يا احمد. مبروك وان شاء الله نشوفه في الفريق الاول. الله يحفظك يا رب. متشكرين متشكرين. زي ما حضراتكم عارفين برضو الأهالي بيبقى ليها دور كبير جدا، سواء هنا بنتكلم على يعني أبهات أو أمهات بيبقوا حريصين إن هم يتواجدوا مع ولادهم في يعني هذا اليوم اللي زي ما كنت بقول عليه بينتظر من السنة للسنة. معنا مازن برضو أحد الشباب الصغنن اللي هو تم اختياره وإن هو نجح في الاختبار الأول بقطاع الناشئين النهاردة، خلينا برضو نتعرف عليه أكتر. يا صباح الفل. صباح العسل. ألف. هو شبهك جدا على يعني مش طالع لباباه خالص. لا لا شبه شوي. مبروك على مازن. الله يبارك في حضرتك. بداية مشوار لسه طويلة وصعبة، ما هياش سهلة، فخليني بقى أعرف منك أصلا فكرة إن مازن ينضم للناشئين الأهلي جات إزاي وإمتى؟ هو مازن بيحب يلعب كتير، فبيحب الكرة أصلا، فهو لما عرفنا ان في اختبارات وكده فقلنا نجرب يعني نشوف الدنيا. يعني دي اول مره يبقى اول مره يخش اختبارات. طب كان ليه قبل كده يعني بيلعب في اكاديميات او غيره ولا؟ كان بيلعب بس اللي هو يعني مع حاجات صغيره يعني. كان بيلعب في اماكن صغيره. طيب دلوقتي الاختبار الاول مازن عدى منه، لسه في اختبار تاني وتالت بس ان شاء الله يتوفق فيه ان شاء الله باذن الله. بترسمي له بقى مستقبل ازاي؟ نفسك يوصل لايه؟ نفسي يوصل اول حاجه هو يحقق الحلم اللي هو نفسه فيه، يكمل في الكوره عشان هو بيحبها، ودراسته طبعا اهم حاجه بعد كده. يعني هيجي وقت هتبقى يا كوره يا دراسه ممكن جدا. لا ان شاء الله هو راجل وهيقدر هيقدر يعني. يا مازن مبروك طبعا عليك يا حبيبي. انت اكيد قعدت تتمرن كتير عشان النهارده صح؟ طيب دلوقتي احنا يعني بنتكلم ان انت على اول الطريق، خلاص دي اول خطوه. راسم بقى، انا شايف الموضوع جد معاك انت وداخل مش بتهزر. انت بقى ناوي ان شاء الله تعمل ايه علشان توصل تبقى لاعب في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ هعمل اي حاجه. اي حاجه هتتعمل عشان تحقق حلمك. هنتدرب كتير. طيب مين نفسك تبقى زيه في النادي الاهلي؟ مش لازم من الجيل الحالي، اي مين اكتر حد بتحبه؟ الشناوي. الشناوي. يعني انت عايز تبقى جول كيبر ولا انت عايز تبقى لاعب ايه؟ لا ابقى لاعب بس بحبه. بس تبقى بتحب اكتر واحد الشناوي. بس انت عايز تبقى مهاجم مثلا؟ طب حلو ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. وانا عارفه ان انتوا جايين برضو هنا من القاهره بس متواجده من تقريبا من يعني 5 أو 6 الصبح. يوم بيبقى صعب بس نتائجه بتبقى تستاهل زي ما بيتقال. الحمد لله. الحمد لله. كل التوفيق ليك يا مازن. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. اسمي آدم محمد علاء سلامة، جاي من عبور الساعة 6 صباح. هاجي يوم الخميس الساعة 7. كنت كويس وحلو واختاروني، هروح الاختبار التاني يوم الخميس. ونفسي زي محمد صلاح واطلع يعني لعيب ان شاء الله. نجحت وهاجي الاختبار التاني. الأداء كان حلو في اللعيبة، كنا بنباص وكنا بنحاول نحقق حلمنا، فالحمد لله على حصل. قعدنا نباص ونشوط والحمد لله حققنا حلمنا ورحت الاختبار التاني. نجحت ولسه هاجي اختبار تاني. الحمد لله نجحت. نفسي اكون زي محمد صلاح. مش هقول من الناشئين او الصغننين، هقول من الشباب الصغنن اللي تم اختياره برضو في الاختبار الاول النهارده لقطاع الناشئين 2013 و14 و15 فهد. فهد مبروك عليك، واول اختبار نجحت فيه كنت متوقع؟ ولا كنت قلقان؟ كنت قلقان. كنت قلقان شويه بس استعديت ازاي بقى؟ قعدت سخن قبليها وبعديها دخلت الماتش وبعديها دخلت جونين. طب قولي بتحب اصلا الكوره من وانت عندك كام سنه؟ من زمان وانت اصلا 9 سنين دلوقتي؟ انا عندي 5 سنين. وانت عندك 5 سنين بتحب تتفرج على الماتشات وعلى النادي الاهلي تحديدا؟ اه. نفسك تبقى زي مين بقى؟ ايمن اشرف.
مين؟ أيمن أشرف. أيمن أشرف، أيمن أشرف، حلو، اختيار حلو. طب عايز تبقى مهاجم ولا مدافع؟ باك يمين. باك يمين، دي جديدة دي على فكرة. طب فهد، أنا عايز أقول لك جود لك إن شاء الله، بس خلي بالك إن الموضوع لسه طويل وعندك اختبارات تانية ولازم تركز جدا، فأنت بقى هتروح يعني تعمل كده بالانس أو توازن ما بين الخروج وما بين المذاكرة وبين الكورة، صح؟ آه. هتوعدنا بده؟ آه إن شاء الله. جود لك يا حبيبي، وإن شاء الله نشوفك تاني معانا. مبروك. جولتنا مع حضراتكم انتهت النهاردة في أهلي مدينة نصر وقطاع الناشئين، وأول يوم للاختبارات، اليوم المنتظر من السنة للسنة زي ما حضراتكم تابعتوا. أهالي متواجدة منذ يعني الساعات الباكرة لصباح هذا اليوم من محافظات مختلفة، يعني عملنا عدة لقاءات وحاولنا ان احنا ننقل الصورة حضراتكم حية، وعايزة اقول لكم كواليس كتيرة جدا يعني على مدار النهاردة اليوم حصلت، بس بجد حاجة مفرحة جدا. الناس كلها حريصة ان اولادها تبدأ رحلة النجاح من قطاع الناشئين، بالتوفيق ليهم جميعا، وحنستمر اكيد في تغطيتنا لهذا الحدث المهم جدا على قناة الاهلي وعلى 10 صبح في الاهلي. انا بشكركم جدا ونشوفكم بجولة جديدة و10 صبح في الاهلي.